الشماليه لازم الاسره المنتجه بالشمال لازم لهم. صدقت. نعم اي والله يستاهلون. يستاهل يستاهلون. يوم في من انتاج الشمال انا جايب معي. اي وينها؟ لا شوف لي البرتقال. اي ابيك تعرف بها بعد شوي. اي كيف اللي اقول الاسره المنتجه من اهل الشمال ودي لهم يكون مكان. هذه اسره منتجه من الشمال كبيبه وحنيني وهريس وعدوه الثاني ما ادري. يا سلام. لا اخ ما يصح. غريبه ملحيه وين؟ طلبتها والله ولا جاء. والله طلبتها ولا جاء. هذه الاكل الموجود هذا من مائده حائل الاكلات الشعبيه والرقم حقهم 055-09-355-69 055-09-355-69 يستاهلوا. اي والله يستاهلون. وتخبرون زي بعد الشمال هنا وانا ما ودي اكلف عليهم. كلمتهم قلت انتم بس اعطوني ارقام وما لكم الا النشر ما يحتاج توصلون شيء هنا. يستاهلون. عشاكم موجود يا الربع. هذا مو عشاكم والله. عشاكم موجود. عشاي عند ابو موسى غير. هذا عند ابو موسى غير. ابا وسده ودفعه مشح. اتركوا والله. كفو والله ابو موسى. هذه اسره منتجه من اهل من محافظه الشملي التابعه منطقه حايل 053-59-487-02 053-59-487-02 من محافظه الشملي وتفصل للقراء اللي حولها. يستاهلون. يستاهلون الدعم. نبي لايف. اي والله نبي من حماد لايف. الليله الشماليه بعد شوي بنشدك ابو موسى عن سالفه قصيده كوميديه. انا بطلب من حماد. صار لك بقصيده. ابشر ما ربي اسمع منها. بطلب من حماد ابي قصيده الشاعر عياد الثاني.